بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم يا باشمهندسين عن انواع الاسمنت، هندردش مع بعضينا كده في انواع الاسمنت اللي موجوده في السوق حاليا في مصر. مصانع الاسمنت يعني كترت بطريقه لا تتخيلها. الانتاج بس بتاع مصانع الجيش بقى كميه كبيره جدا. طيب الاسمنت فيه منه اسمنت البورتلاند العادي، حضراتكم كله عارفينه، وفي الاسمنت البورتلاند الابيض، وفي اسمنت سي ووتر او اسمنت مقاوم للكبريتات، وده بيستخدم في بعض الاساسات لما يكون فيه مياه جوفيه او يكون فيه املاح في التربه، فاحنا بنستخدم لازم الاساسات دي نعملها من اسمنت سي ووتر. طيب وفي اسمنت مقاوم للنفاذيه، ده اللي بيتصنع منه الخرسانه عاليه النفاذيه، وطبعا مقاومه للنفاذيه، وده طبعا بنحط له برده بعض الاضافات اللي بتخلي الخرسانه نفسها الكونكريت نفسها مانع للنفاذيه. وفي اسمنت بورتلاند منخفض درجه الحراره، طبعا زي ما حضراتكم عارفين الميه لما بتيجي على الاسمنت بينتج حراره اسمها حراره الاماهه، دي بتبقى لما نيجي بقى نستخدم الخرسانه الكتليه. الخرسانه الكتليه دي يعني مثلا في السدود او المصدات بتاعت القطارات، دي خرسانه كتليه كميه كبيره ما فيهاش فواصل، مكعبات كبيره وبتصب مره واحده زي الخرسانه بتاع اللي بتصببها الطرق اللي عليها نقل تقيل او هبوط الطيارات اللي بتبقى في المطارات، دي كلها خرسانه كتليه. فالخرسانه دي طالما بتتصب بكميه كبيره وبكتله كبيره بكميه الحراره اللي بتبقى طالعه منها كبيره جدا، فبنضطر ان احنا نستخدم خرسانه منخفضه الحراره. وفي خرسانه منخفضه الحراره بنستخدم لها اسمنت بورتلاندي منخفض الحراره. وفي برضو الاسمنت البورتلاندي سريع التسلط، ده اللي بنعمل منه الخرسانه سريعه الشك، اللي هو عشان ايه؟ بيدي مقاومه مبكره او اجهاد مبكر. في بقى انواع تانية من الاسمنت تعبان، زي الاسمنت عالي الخبس والاسمنت الحديدي والاسمنت البوزلاندي والكلام من ده، فده ما بيستخدموش بكثره. خلينا نتكلم برضو على حته تانية، رتبه الايه الاسمنت. احيانا بنشوفه على الشقاره مكتوب 42.5 او 52.5 وجنبها حرف الان كده نيوتن. الاسمنت ال 42.5 ده بتاع التشطيبات، اوعى تستخدمه في خرسانه، ده بيبقى اجهاده 42.5 او 32.5، وفي 32.5 احنا بنستخدم بقى في الخرسانه ال 52.5، وفي بعض الناس بتستخدم 42.5 وال 32.5 بتخليها في التشطيبات. التشطيبات بقى معاك مباني، معاك محاره، مش عارف ايه. الخرسانات لازم تستخدم جهد عالي. بالمناسبه بقى يعني حته تكنولوجيا الخرسانه دي بالذات برضو شارحينها في كتاب الباشمهندس بطريقه يعني جميله جدا، شارحين من اول الاسمنت، يعني شارحين كل حاجه في الاسمنت وكل حاجه في تكنولوجيا صناعه الخرسانه من الالف الى الياء، بدايه من الخرسانه اللي الناس كانت بتصنعها بايديها بالكواريك واليدويا، لحد طبعا ما بقتش تستخدم دلوقتي، لحد الخلاطات المركزيه الكبيره وازاي بتشتغل وازاي تصمم خلطه وازاي البون اللي بيجمع، كل حاجه يا باشمهندس هتلاقيها موجوده في كتاب الباشمهندس. ده كان فيديو برضو سريع، ارجو الناس برضو تعمل اشتراك للقناه وتفعل الجرس. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.